ففي هذه الحالة هل هناك من يثبت لنا أيهما الحقيقة؟ إثبات آخر مهم، عندما أثبتوا ديوري بينار على أساس أنها سفينة بدأ الناس بالتفكير، إذن يجب أن يكون جبل جودي بالقرب من هنا. على كل حال من المدهش كيف بإمكان سفينة طولها 157 مترا من الانزلاق نحو الأسفل لمسافة عدة كيلومترات مرورا فوق التضاريس الأرضية القاسية دون أن تتكسر. بالرغم من أن مطقة ديوري بينار أعلنت من قبل الحكومة التركية باعتبارها سفينة نوح، إلا أن العديد من العلماء الأتراك على يقين بأن ديوري بينار هي تضاريس جغرافية، يجزمون وعلميا بأن سفينة نوح هي الجزء العلوي فقط والذي انزلق للأسفل مع الحمم البركانية واستقر في مكانه الحالي، أي هذه تعتبر معجزة طبيعية وليست من صنع الإنسان. والعديد من علماء العالم يؤيدون هذه النظرية ويعتبرون هذه المنطقة منطقة سياحية بحتة. لنعتبر الآن أن رون وايت كان على حق وأن ديوري بينار هي فعلا سفينة، ولكنها ليست سفينة نوح. ما زالت سفينة نوح كانت مغطاة من فوق وتشبه غواصة، ولكن هذه تشبه السفن القديمة. إن كانت هذه سفينة ولكنها ليست سفينة نوح، إذن من أين ظهرت؟ على هذا السؤال يجيب فيلي ميلينكون الذي سجل اسمه في كتاب غينيز المتخصص بمشاهدته لصور المنطقة، تذكر بأنه قرأ حول هذا الموضوع في أحد مكتبات براغ في كتاب مكتوب منذ القرن الثالث قبل الميلاد بخط يد مؤلف غير معروف، بأن نوح كان قد شاهد سفينة أخرى حجمها بحجم سفينته عائمة أثناء الطوفان، وكان على أمل بأن شخص آخر كتب له أن يحيا. صعد نوح على تلك السفينة إلا أنه لم يجد فيها أحدا. هناك شخص آخر يعطي دليل بأن سفينة نوح لم تكن وحدها، العالم الروسي أندري بولاكوفا، فهو تمكن من قراءة الكتاب المقدس القديم بأحد أجزائه يتحدث عن السفينة الثانية. ذلك الكتاب متواجد في روسيا ومحفوظ بشكل سري، ومن المحتمل أن السفينة التي عثر عليها رون هي السفينة الثانية. في تلك الحالة أين هي السفينة التي شاهدوها الطيارين الروس فوق جبال أرارات عام 1916؟ الطائرات الروسية كانت تحلق فوق جبال أرارات وتراقب تحركات الجيش التركي، وفجأة الليفتنان موسكوفيتسكي شاهد بحيرة متجمدة فوق جبل أرارات، وعندما اقترب أكثر شاهد في البحيرة المتجمدة نصف سفينة غرقانة. فاتصل الكابتن بسان بطرسبورغ وخبرهم باكتشافه لإرسال مجموعة من المهندسين لإجراء البحوث فوق الجبل. تطلب الأمر شهرا لوصول الفريق إلى السفينة، أخذوا عدة صور وأجروا الفحوصات ورسموا شكل السفينة وأرسلوا النتائج لإجراء بحوث خاصة. وبعد ذلك نيكولا الثاني وبسبب ثورة عام 1917 لم يستلم نتائج البحوث. لاحقا طبعت في إحدى الصحف شهادة أحد أعضاء فريق الاستكشاف، واستنادا إلى روايته السفينة كانت تحتوي على مئات الغرف الصغيرة والكبيرة. الغرف الكبيرة كانت جدرانها كالأقفاص، كانت قد صنعت لحيوانات أكبر من الفيلة بعشر مرات. وبقية الرواية كانت تتحدث عن الحضارة المتطورة. بالنسبة لفريق استطلاع عام 1916 هناك خلاف، هل هم فعلا ذهبوا إلى أرارات أم لا؟ نحن بعد أن بحثنا ودرسنا لمدة 20 عاما حياة أناستازيا ابنة نيكولاي الثاني، والتي كانت الناجية الوحيدة من بين أفراد العائلة المالكة الروسية، فهي روت بأنها شاهدت الصور التي التقطت عام 16 بأن فريق استطلاع والدها عثروا على سفينة نوح، وكان لديه صليبا مصنوعا من خشب سفينة نوح. القرن الثالث قبل الميلاد إلى القرن الثاني عشر بعد الميلاد كتب الراوي البابلي بيجاسوس عام 275 قبل الميلاد بأن سفينة نوح البابلية لحد الآن يمكن مشاهدتها على جبال أرمينيا، وكانوا يقتطعون منها مادة الصمغ ويستخدمونها كمضاد للسموم أو كتعويذة.
في كاتدرائية إتش مياتسين محفوظة الآن إحدى القطع الأثرية المقدسة. هي عبارة عن قطعة خشبية ليست كبيرة، جلبها الأسقف هاغوب من دبيتسي في عهد القديس كريكور المنور بحدود القرن الرابع. الأسقف هاغوب يحلم بأنه يكلف لأن يذهب ويجلب قطعة من خشبة سفينة نوح، وبذلك يحاول الأسقف عدة مرات لصعود جبل أرارات، إلا أنه كان يتعب ويرهق وينام وينهض ويستمر بالبحث، إلى أن الملاك يقدم له القطعة الخشبية التي حاليا متواجدة في متحف كاتدرائية إتش مياتسين. من الواضح لنا بأن أول صعود إلى جبال أرارات كان عام 1829 ميلادية من قبل البروفيسور الألماني فريدريك باروت، وقبل صعوده الجبل فهو زار أرمينيا وعرضوا عليه الصليب المصنوع من خشبة سفينة نوح. الأسقف هاغوب مندبة هو الذي جلبه منذ عام 318 ميلادية. بعد ذلك زار دير هاغوب الواقع على ارتفاع 2100 متر في قرية أغيوري على السفح الشمال الغربي لجبل أرارات، والذي كان قد بني قبل 800 عام. كتب البروفيسور الألماني في مذكراته بأن الرهبان هناك عرضوا عليه آثار كثيرة كانت قد صنعت من خشب سفينة نوح. وبعد مرور 19 عاما وتحديدا في عام 1840 ينهار الدير بسبب الثوران البركاني لجبل أرارات، وينتج عن الثوران البركاني واد عميق سمي باسم القرية وادي أغيوري. باروت لم يبحث عن السفينة ولم يتمكن من العثور عليه، لكنه ترك آثرا في عالم الحفريات وانتصر على المانع الذي كان يمنع سكان المنطقة من الصعود على الجبل. وهكذا باروت فتح المجال أمام المستكشفين والباحثين القادمين. في بايازيت اصطحبونا إلى قرية فوق جبال أرارات على ارتفاع 2000 متر. سكان المنطقة يسمونها كورهان. على الأرض كانت متناثرة الصلبان الحجرية المزغرفة وأحجار قبور، وعلى حافة الوادي وعلى بعد مئات الأمتار كانت متناثرة آثار الأماكن السكنية، والتي كانت كلها مسودة ورمادية كأنما هذه المدينة كانت قد عبرت من خلال نار جهنم. غير واضح هل كانت الحجارة تتكلم أم الأرواح التي تسكن فيها كانت تبحث عن بيوتها. سكان كورهان كأنما كانوا يعيشون في مقبرة كبيرة ولم يشعروا بعدم الراحة مطلقا. دليلنا السياحي علاء الدين الذي روى لنا قصة الأحجار السابحة أنقر السفينة يحدثنا عن قرية الأشباح هذه وعن ذكريات أجدادنا الأرمن القدماء الذين كانوا قد سكنوا هنا. من الممتع والغريب أن تستمع من الغرباء عن قصصك الشخصية. المواطنون كانوا يضعون هذه الأحجار فوق القبور من جهة الرأس، وكانوا يؤمنون بأن المتوفي سوف يشرب من المياه المتجمعة هنا. هم كانوا يؤمنون بالحياة ما بعد الموت. نعم، هذه شبيهة بالثقافة الكلدانية وثقافة أوراردو. وهل السواح يأتون إلى هنا؟ نعم دائما. مثلا أنا هذه السنة مرتان أو ثلاثة مرات جئت إلى هنا. وماذا تروي لهم؟ أروي لهم بأن هنا كانت مدينة أرمنية، وقبل 100 عام كان يقطنها الكثير، وعندما غزت القوات الروسية هذه المناطق الكثير من الناس هربوا، والقسم الأكبر مات والقسم القليل ما زالوا يعيشون هنا. كان هناك أيضا آثار كنيسة قديمة
هو لا يعلم اسم الكنيسة، نحن لسنا متأكدين، لكنه على الأرجح هي بقايا كنيسة القديس هاغوب، والقرية هي أغيوري الذي زاره البروفيسور الألماني فريدريك باروت.